مرحبا اهلا وسهلا فيكم في برنامجكم سوم تصحوا اليوم حلقه 18 كما عودناكم مع الدكتوره كريمه عبده استشاريه واخصائيه التغذيه والسلامه المهنيه اهلا وسهلا فيك يا دكتوره اشتقنا لك مره ثانيه اهلا اهلا بيك يا دكتور ازي حضرتك عامل ايه؟ رمضان بيجري رمضان بيجري بينا خلاص اهو رمضان <applause> طيب محضرنا أيدنا النهارده دكتوره؟ آه النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا آه بيمس حياتنا الغذائية وأكلنا وشربنا و يعني إحنا بنحاول إن إحنا نحوط كده على كل حاجة بناكلها ونفهم هي فيها إيه وناكلها إزاي آه النهاردة عايزين نتكلم عن الكالسيوم آه ونشوف الكالسيوم بيعمل إيه بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين آه رجعنا لكم مرة تانية نتكلم معاكم ودوشناكم رمضان ده تاكلوا ايه وما تاكلوش ايه وزمانكم طبعا يعني الناس اللي عمالين كل حاجة يقولوا لنا ده حلو وده وحش معلش استحملونا ولكن والله احنا كل ده يعني حبا فيكم وحبا في ان احنا نوصل رسالة الصحة للجميع آمين. آه النهاردة عايزين نتكلم عن الكالسيوم ايه الكالسيوم وايه قصته وايه موضوعه؟ كلنا طبعا عارفين اهميه الكالسيوم. اول ما تروح لدكتور السنان واسنانك توجعك شويه يقولك لازم تاخدي كورس كالسيوم. يقول لك او يقولك مش للستات بس يعني. ظهرك بيوجعك او مفاصلك بتوجعك ووصلت بقى ربنا يا رب يشفي الجميع في خشونه ولا حاجه ناخد كورس كالسيوم. في اي مشاكل في العظم بنقول ايه طيب نعمل ايه اشربي لبن يعني لازم اهتمي كل يوم اشربي لتر لبن كده ولا حاجه طبعا ده المفهوم اللي احنا اتربينا عليه كلنا مش لحد حد معين لفتره طويله جدا من الزمن ولغايه قريب قوي وكل فاهم ان احنا عشان نحصل على الكالسيوم لازم نحصل عليه من اللبن الى ان جت ابحاث كتير قوي اتعملت ونشرات كتير اتعملت واثبتت ان لا الكالسيوم مش موجود في اللبن ومش يعني هو فعلا اللبن فيه كالسيوم ولكن مش هو دوت اللي الجسم محتاجه وموجود الكالسيوم في حاجات كتير جدا طب زي ايه الطحينه اللي احنا بنقول سلطه الطحينه ولا نحطها مع البتنجان المشوي كده ونعمل بابا غنوج مش عارفه بتعملوه عندكم ولا لا المصريين مشهورين بيه جدا آه الطحينه قنبله كالسيوم يعني لو كل يوم بتحط معلقة طحينة على طبق الفول أو طبق الجبنة أو, أو بتعملها سلطة طحينة كده من غير أي حاجة تانية وكده متبلة أنت بتدخل جسمك قنبلة كالسيوم مش بس الألبان لأن إحنا الألبان في بقى ما لها وما عليها وحواليها كلام كتير قوي والناس كتير بتتكلم عليها دلوقتي فإحنا خلينا في الحاجات اللي هي مضمونة وصيان انت بقى بتاكل اكل عادي ولا بتعمل دايت ولا اي نوع من انواع الدايت الطحينه حلوه جدا فيها كالسيوم كتير جدا هيغنيك عن اي حاجه في ايه تاني غير الطحينه الخضروات الخضروات طبق الخضروات الورقيه اللي انا هرجع ااكد عليه تاني وزي ما قلنا ان احنا طبق السلطه طبق السلطه بيحتوي على كميه كبيره جدا الخضروات الورقيه فيها كميه كبيره جدا من الكالسيوم آه في عندي التوت ومنتجات الالبان بقى اللي هي الاجبان آه مثلا اذا كان لبن رايب او الاجبان ان كده بيبقى ايه تخلصت من اللاكتوز اللي هو عامل لنا مشكله المشاكل وتخلصت من الكازين وكل الكلام ده آه بناخد بقى الحاجات اللي هي آه المضمونه فيها الاجبان فيها كميه كالسيوم حلوه اخد الجبنه كده واروح مقطعه عليها ثمرة فلفل رومي الفلفل الرومي غني جدا بالكالسيوم يبقى انا عززت الطبق بتاعي لو انا باكل طبق جبنه يعني انا نفسي ان انتوا يعني ايه إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني ايه فلينظر الانسان في طعامه يعني ربنا امرنا بكده ان احنا نبص في اكلنا نبص نشوفه نبص ايه مش بص نتفرج عليه وناخد معاه صور سيلفي زي ما الناس بتعمل لا نبص نشوفه هو بيتكون من ايه و و ونشوف فيه عظمه ربنا انت وانت بتاكل شوف شوف طبقك هو فيه ايه هو غني بالعناصر اللي جسمك محتاجها ولا مجرد اكل انت بتحطه وتملى بيه معدتك وبس فلما اعمل طبق جبنه واخرط عليه كده فلفل اخضر او طبق السلطه وانا حاطه فيه الخضروات الورقيه والفلفل الاخضر انا كده بحصل على كميه من الكالسيوم محترمه جدا وبتعزز جسمي. فايدته ايه الكالسيوم؟ مهم جدا مش بس للاسنان وللعظم لا انا عندي في الجسم خلايا الخلايا دي مختصه يعني بدون الخوض في الفسيولوجي وكده هي مختصه بمهاجمه الخلايا السرطانيه. الخلايا دي لا تعمل في غياب الكالسيوم. تخيلوا بقى يعني شوفوا دوره وصل لغايه فين؟ عمليه انقباض القلب وانقباض الاوعيه الدمويه عشان حركه الدم تدخل القلب او تخرج منه للاوعيه. العمليه دي لا تتم بكفاءه الا في وجود الكالسيوم. الكالسيوم مهم جدا لعمليه الانقباضات اللي بتتم للقلب او للاوعيه الدمويه. طب المشكله هنا فين؟ كل حاجه لازم ندور احنا نحصل عليها ازاي ونصحح ازاي آه المشكله هنا في ان انت مش محتاج ابدا ان انت تاخد الكالسيوم كسبليمنت او اقراص او حاجات من بره الكالسيوم موجود في الاطعمه بتاعتنا مش عايزين نعتمد ان انا عندي آه نقص في الكالسيوم ولا بشعر بحاجه في اسناني او في عظامي اجري اخد حبوب كالسيوم ليه بقى لإن الأكل اللي ربنا اداه سبحان الله يعني يعني في كل حاجة هنقول سبحان الله. الأكل اللي ربنا اداه لنا فيه الكالسيوم ومعزز بعناصر تانية تخدم الكالسيوم ده اللي هي إيه؟ أنا عندي الكالسيوم له جم... شقين هنتكلم فيهم. أول شق المنظومة بتاعة امتصاص الكالسيوم. هو الكالسيوم أنا مش باخده مجرد ما أخد كالسيوم أنا بحصل على الكالسيوم. لا الكالسيوم له منظومة ثلاثية عشان يوصل للدم ويوصل للأماكن اللي هي العظم والأسنان والحتت اللي هو مفروض يروح إيه هي المنظومة بتاعت الكالسيوم لو أنا عندي افتقار في فيتامين دي اللي احنا غالبيتنا و85% من سكان العالم عندهم نقص فيتامين دي حتى الناس اللي بلادهم فيها شمس يعني لو في لو ما فيش أو الناس اللي بلادهم فيها شمس والشمس زي مصر كده موجودة فيها طول اليوم وطول العام إلا أن الناس ما بتتعرضش للشمس وقت الشمس يا إما في المكاتب يا إما في البيوت مقفول عليهم فما بتتعرضش التعرض الكافي اللي ممكن يديني فيتامين دي طب هو شغل فيتامين دي إيه؟ إيه علاقته مع مع الكالسيوم؟ عشان تعرف بس المنظومة ماشية إزاي أنا لما باخد الكالسيوم يخش المعدة هيفضل في المعده مش هستفيد بيه الا في وجود فيتامين دي، فيتامين دي هو الناقل بتاعه اللي بياخده من المعده ويتحد معاه ويوديه للدم. بيتفضل مشكورا فيتامين دي يوصله للدم ونقول له شكرا على كده. لو مش موجود فيتامين دي بيفضل الكالسيوم في المعده وبينزل مع المخرجات. ما عملناش بيه اي حاجه، مهما اخذت بقى من حبوب. لإن اللي بيحصل إيه؟ تعالوا نشوف بس الدنيا حوالينا بتمشي إزاي. إيه تلاقي اللي عنده هشاشة عظام هو ماشي على قرص كالسيوم بياخد ألف مللي جرام يومياً ومع ذلك ما زال عنده هشاشة عظام. ليه؟ لأنه ما بيهتمش هو حركة سيره إيه وبيكملها. طب في إيه تاني مهم للكالسيوم؟ فيتامين كي 2. كي 2 ده هو وسيلة المواصلات اللي بياخدها الكالسيوم عشان يطلع من الأوعية الدموية ويروح بيها للعظم ويروح للأسنان لو كيتو مش موجود في أجسامنا الكالسيوم هيفضل في الأوعية الدموية طب يعمل إيه؟ يعمل تصلب شرايين شفتوا بقى الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني انا ممكن ابقى باخد كالسيوم بدل ما اعالج هشاشه العظام او عظمي اللي بيوجعني او اسناني الضعيفه اوصل لتصلب في الشرايين نتيجه ايه؟ نتيجه ترصب الكالسيوم وعدم خروجه من الاوعيه الدمويه والقلب. بيجي فيتامين كي 2 بياخده من الاوعيه الدمويه يوديه للعظم وللاسنان. عندي فيتامين اف ده مهم جدا لان هو اللي بياخد الكالسيوم يوديه للجلد. انا محتاجه الكالسيوم في تكوين الجلد. مع عدم وجود فيتامين اف أو فيتامين في في الجسم الكالسيوم ما بيروحش للجلد بتلاقي الجلد بينشف وبتلاقي في التهابات وفي حساسيات نتيجة عدم وصول الكالسيوم للجلد اللي ما بيوصلهلوش بقية المنظومة بتاعته يبقى أنا دلوقتي عشان أخد كالسيوم يبقى أنا لازم أهتم بفيتامين دي فيتامين دي يعني أنا عملية حصولي عليه من مواد غذائيه بتبقى صعبه شويه، ففيتامين دي لازم انا اخده مكمل غذائي. فيتامين كي تو موجود في الزبده، ادي الدهون الحيوانيه، فايدتها هنا هو موجود في الخضروات الورقيه، موجود في السبانخ والجرجير وطبق السلطه. شفتوا بقى ان هو مش رفاهيه؟ لا ده هو متعلق ان هو في قلبي كالسيوم وفي قلبي كي تو. يعني هو في قلبي كالسيوم والتاكسي بتاعه. هناخدوا الاثنين مع بعض هنظبط كل حاجه ده بالنسبه للقصه بتاعت الكالسيوم هو بيوصل للدم ازاي وبيوصل للعظم وللاسنان ازاي طيب نيجي بقى النقطة تانية ايه خطورة ان انا اخده بقى كسبلمنت من بره خطورته ان انا الكالسيوم موجود مش لوحده موجود في حالة توازن مع واحد تاني بقى مهم جدا اللي هو المغنيسيوم الكالسيوم والمغنيسيوم ماشيين مع بعض في جسمك بصوره متوازنه الاثنين مع بعض واحد يشد والتاني يرخي عارف بقى الاثنين اللي, اللي بيخشوا كده شغلانه مع بعض ويقول له ايه انا هشد قوي وانت بقى ايه ارخي اهم اه الاثنين حبايب واصحاب مع بعض بيعملوا كده نبص نلاقي الكالسيوم مسؤول عن انقباض القلب والاوعيه الدمويه اللي يجي المغنيسيوم القلب ينقبض يجي المغنيسيوم يعمل ارتخاء يقوم القلب يبقى ايه في انقباض وانبساط المسؤول عن الانبساط ده المغنيسيوم لذلك تلاقي الناس اللي دايما بيجيلها كمبات وتقلص في العضلات بتاعه رجليها او في اي عضلات عضله القلب او حاجه دي عندها نقص المغنيسيوم المغنيسيوم مهم جدا متلازم مع الكالسيوم في العمليه دي ما نقدرش نستغنى عنه طيب موجودين فين هنلاقيه برضو المغنيسيوم موجود في الاوراق الخضراء كل الخضروات الورقيه الداكنه الخضراء اللي هي لونها اخضر دي نلاقيها غنيه بالمغنيسيوم عندي كمان المكسرات اللوز والبقيه انواع المكسرات يعني غنيه جدا بالمغنيسيوم وغنيه بالكالسيوم الاثنين موجودين مع بعض وسبحان الله اي حاجه ربنا هو اللي خلقها لنا وبناخدها زي ربنا ما عملها لنا بنلاقي العناصر موجوده فيها بصوره متوازنه زي ما اتكلمنا قبل كده زمان عن اضرار السكر وقلنا ضرره بيكمن في ان هم بيخلصوه من كل العناصر اللي موجوده حواليه فبيدخل الجسم كده فريد شريد كده وحيد فالجسم ما بيتعاملش معاه بصوره هاديه او بصوره متزنه هو نفس الحكايه لما باخد الكالسيوم كسبلمنت او كما حاجات اضافيه من بره بيبقى لوحده. لا هو موجود في الحاجات احنا بناخده عن طريق الاكل، موجود في الاكل هو متوازن مع المغنيسيوم، الاثنين بيعملوا لي توازن في جسمي. انا في حاله لما ما بيبقاش موجود المغنيسيوم بتعرض لارتفاع في ضغط الدم، ليه؟ لان عمليه انقباض الاوعيه بتضيقها فبتدفع الدم بكميه كبيره فانا بتعرض لارتفاع ضغط الدم. دايما الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم محتاجه للمغنيسيوم عشان يظبط لها الموضوع ده والحاجات دي كلها للاسف احنا ما بنهتمش بيها، احنا بنهتم ايه عندنا العرض وناخد له العلاج ولكن ما بندورش الاسباب، الاسباب كلها بتكمن في الاكل بتاعنا. لو فهمنا اكلنا صح وفهمنا جسمنا صح مش هنحتاج للامراض ولا الامراض هتجيلنا ولا هنحتاج للعلاجات ربنا يا رب يبعد عننا المرض ويبعد عننا كل حاجه وحشه ان شاء الله هنهتم بخضرواتنا هنهتم بالكالسيوم والمغنيسيوم يبقوا موجودين مع بعض عشان نظبط بيهم جسمنا هنهتم بطبق السلطه اهتمام شديد جدا ومن هنا ورايح في اي وقت ادينا كل يوم بنطلع في طبق السلطه دوت يعني كنوز كنوز والله ربنا مدهالنا يعني ونبص في اكلنا وربنا ينفعنا يا رب بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ارجو لكم الفائده دايما وارجو لكم الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب تكون الحلقه مش مكلكعه ومش محضره كده هو جدا. اللي بيبقى هو بس فيها حاجات مهمه لازم الحاجات دي نحطها في اعتباراتنا اشوفكم في حلقه ثانيه على خير وصوموا تصحوا القاكم باذن الله في حلقه اخرى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام عليكم